هل أجمع الحصى من مزدلفة ولا أجمعها من منى؟ السنة أنك تجمعها من منى. ابن عباس بيقول النبي كان راكب الناقة بتاعته وقال له يا ابن عباس اجمع لي القط اللي هو فجمعها له في منى، ما جمعهاش في مزدلفة. طب أنا بجمع من مزدلفة، اجمع من مزدلفة ما فيش مشكلة، بس عامة السنة أنك تجمع من منى مش من مزدلفة. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، رحت عمرة رمضان وقعدت عند ابني هناك عشان أحج، طيب وفي خلال الفترة من رمضان لحد العيد عملت عمرة في شهر شوال وعمرة تانية في ذي القعدة، والحج بقى انا ناوي اعمل ان شاء الله حج افراد، ما ينفعش، لا يجوز تعمل حج افراد لان انت تمتعت عملت عمره في اشهر الحج. كل من عمل عمره في شهر شوال او ذي القعده عمل عمره في اشهر الحج، يبقى كده اصبح متمتع، وربنا بيقول فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. معكش فلوس تذبح الهدي استلف، ما دام عضلات سن مش عاوز استلف، يبقى 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم. طب الثلاث ايام في الحج دول اللي هم 6 و7 و8 وانت محرم وانت في الحج في وضع انت ما بتعرفش تجمع زوجتك ولا تقص ضوافرك، هم دول وما قدرتش تاخدهم فين؟ في البيت، تصومهم في بيتك هناك. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل، لو خلفت ترتيب الأعمال الأربعة يوم الحج هل علي إيه؟ لو خلفت الترتيب ده أنت كده عليك دم، لازم تب الترتيب ترمي الجمرة الكبرى وبعد كده تذبح وبعد كده تحلق وبعد كده تطوف طواف الإفاضة. طب لو واحد طاف طواف الإفاضة قبل ما يحلق عليه دم، واحد حلق قبل ما يرمي الجمرة الكبرى عليه دم، طب إيه الدليل؟ الدليل إن الرسول قال خذوا عني مناسككم. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا حرج لا حرج، نقول لك لا، اسمع بقى الحديث رواه مسلم، فما سئل النبي عن شيء مما يجهل او يزهل عنه، لو الجاهل او زاهل عمل كده يبقى دوت بيعفى عنه، لكن اللي عارف ان الترتيب دوت ويخالفه عليه دم، الترتيب واجب وعليه دم، اللي يخالفه عليه دم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. قابلت فتاة دينة في العمرة وكلمت والدها عليها وخطبتها، هل دوت حرام ولا مش حرام؟ هنقول لك طول ما انت لابس الإحرام ومحرم حرام، لا تجوز ولا تتجوز ولا تتكلم في الجماعة خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ده كل ده حرام، ولو كتبت كتابك تبقى كاتب الكتاب ده باطل. لكن لو انت اتحللت خلصت عمرتك ولا علعت الاحرام اخطب واتجوز زي ما انت عايز، طول ما انت محرم حجه وعمره حرام تخطب او تتجوز. طب لو زوجتك معاك حرام تكلم في اي كلام في جماع وانت محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا رفث، قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث الكلام على الجميع، طول ما انت محرم لا تفكر في خطوبه ولا جواز، ولو كانت زوجتك معاك ممنوع تتكلم على كده، رعت احرامك اخطب واتجوز زي ما انت عاوز. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. جامعت زوجتي وانا في الحج قبل التحلل الاول، يعني ايه قبل التحلل الاول؟ يوم العيد الواحد بيرمي الجمره الكبرى الاول وبعدين بيذبح وبعدين بيحلق، لو حلق يبقى ده التحلل الاول، بيلعب بعد الاحرام يلبس الجلابيه والقفطان بتاعه. لو جامع قبل التحلل الاول ليه 6 عقوبات، العقوبه الاول ان عليه ذنب كبير جدا لازم يتوب منه، العقوبه الثانيه الحجه دي باطله، العقوبه الثالثه لازم يكملها. لازم يكمل الحج دوت، ربنا قال واتموا الحج والعمره لله. الرابعه ان يفرق بينهما ما يشوفهاش في الحجه دي، هي لوحدها وهي لوحده. العقوبه الخامسه ان يطلع البنك الاسلامي ويدفع عن نفسه شاب 500 ريال. توزع على الحرم ما ياكلش منها حاجه. ولو زوجته طوعته
طوعته عتاد بحشاه تانية. العقوبه بقى السادة والأخيرة ان لازم يعمل حجه تانية، حتى لو الحجه دي طوع يجب عليه يعمل حجه تانية. دي الادله ودي فتاوى الصحابه جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. جمعت زوجتي بعد في يوم العيد بعد ما لبست الأفطار وتحللت التحلل الأصغر وحلقت شعري ودبحت، جمعتها علي إيه؟ لو جمعتها ولسه ما طفتش طواف الإفاضة يبقى أنت ارتكبت ذنب كبير جدا لازم تتوب منه. رقم 2 ان كده الاحرام بتاعك فسد، ولازم تطلع في الحلم في جامع التنعيم وتحرم احرام تاني بالحج وترجع تاني بيه، وهي لو مطوعاه وانت وطوعتك في الجماع هتعمل زيك بالظبط. تالت حاجه هتروح على البنك الاسلامي وتدفع شاه لك، ولو طوعتك تدفع شاه ليها 500 ريال و500 ريال، والشاه دي ما تلمسش منها ولا لقمه. اتق الله وتكمل بقى الحجه ديت وتبعد عنها، ما تبقوش مع بعض تعرضوا. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. متى يستحب طلوع الجبل في الحج ومتى لا يستحب طلوع الجبل؟ جبل عرفة لا يستحب طلوعه، طلوع جبل عرفة والوقوف فيه غير مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج وقف عند الصخرات تحت الجبل، ولا هو طلع ولا حد من الصحابة طلع. صعود طبعا عرفة مخالف للسنة، ما تطلعش جبل عرفة، تقف تحت وتقعد تستغفر ربنا، ومن مخالفة السنة الصيام يوم عرفة. الجبل اللي يستحب انك تطلعه هو جبل المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وراح طلع بالناقة بتاعته فوق جبل المزدلفة وفضل يذكر الله لحد ما قرب ناحية الشروق طلع على طول من ايه؟ من مزدلفة. فده الجبل اللي بيطلع مزدلفة، الجبل اللي بيطلعش جبل عرفة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. هل أجمع الحصى من مزدلفة ولا أجمعها من منى؟ السنة أنك تجمعها من منى. ابن عباس بيقول النبي كان راكب الناقة بتاعته وقال له يا ابن عباس اجمع لي القط اللي هو فجمعها له وفي منى، ما جمعش في مزدلفة. طب انا بجمع من مزدلفة، اجمع من مزدلفة مفيش مشكلة، بس عامة السنة انك تجمع من منى مش من مزدلفة. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. أنا حج التمتع ب 18 عبادة، قبل يوم 8 مطلوب منك عبادتين، تحرم من الميقات وتعمل عمرة وتتحلل. يوم 8 مطلوب منك عبادتين، تحرم الساعة 10 الصبح من الفندق بتاعك وتقعد في منى كام؟ 5 فروض، ظهر عصر مغرب عشاء فجر. طيب بعد يوم الوقفة مطلوب منك حاجتين، الصبح تقف في عرفة وبالليل تبات في مزدلفة. كده خلصت 6 عبادات في 3 ايام. بعد كده يوم العيد اليوم الكبير مطلوب منك 6 عبادات. اول حاجه تطوف تلم الجمره الكبرى، وبعدين تذبح، وبعدين تحلق، وبعدين تطلع على مكه تطوف طواف الافاضه و9 سعي الحج، وترجع تبيت في منى. لازم الست عبادات دول يوم العيد الكبير. تاني يوم العيد بتطوف بتلم الثلاث جمرات وبعدين تبات في منى. تالت يوم 3 جمرات، لو متحلل تمشي، لو مش متحلل تبات في منى. رابع يوم العيد بتعمل 3 جمرات وتطلع على الحصبة تصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وتقعد بقى وبعد العشاء تمشي. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. الفرق بين المتمتع والمقرن، الاثنين بيحرموا من الميقات بيروحوا مكة، تفرق بقى. المتمتع بيعمل عمرة ويتحلل، المقرن لا، بيطوف طواف القدوم اللي هو طواف التحية ويسعى سعي الحج والعمرة، سعي للحج وعمرة الاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك طوافك لسعيك وحجتك. طيب المتمتع بيتحلل، المقرن ما بيتحللش. يجي بقى اليوم العيد، يوم العيد المقرن
بيروح يطوف طواف الإفاضة بنية حج وعمرة الاثنين. قالت النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: إنما يكفيك طوافك لحجك وعمرتك. فالمقرن بيطوف ويسعى بنية حج وعمرة الاثنين دخلوا ببعض عنده، وبعد كده زي بعض في كل حاجة، هو بس الفرقين دول بس ما فيش غيرهم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. الفرق بين المفرد والمتمتع، المتمتع الاثنين هو المفرد بيحرموا من الميقات مع بعض، بيخشوا مكة تفرق بقى، المتمتع بيعمل عمرة وبيتحلل منها وبيلبس هدومه، المفرد بيعمل طواف القدوم وبيعمل سعي الحج وبيفضل محرم لحد يوم 8. يوم 8 بيحرم وبيقعد في منى، بيعمل في التنعيم في المنى 5 فروض، وبعد كده بيطلع على الصبح الصبح عرفة وبالليل مزدلفة مع المتمتع عادي جدا. وبعد كده يوم العيد بقى ما بيتباحش. قال النبي قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وده ما تمتعش بالعمرة وحج، ده عمل حج بس. فما استيسر من الهدي يعني يبقى هو ما عليهوش هدي، مفهوم المخالفة، فده ما بيتباحش. وبيعمل كل حاجة زي المتمتع بالظبط الأيام كلها، زي الفيديو اللي احنا قلناه في المتمتع. الفرقين دول بيدخل بيعمل طواف قدوم وما بيتباحش. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أنا شغال في الحج الداخلي هناك في السعودية، واحتمال الكفيل يديني فرصة حج ويأذن لي واحتمال ما يأذنليش، أعمل إيه؟ هتاخد بعضك وهتعدي على الميقات وما تحرمش، لأن أنت داخل تشتغل. هتوصل مكة هناك وهتستأذن الكفيل، لو أذنك تحج يبقى أنت ميقاتك ميقات أهل مكة وتعمل زيهم بالظبط. ده غير بقى واحد رايح هيشتغل وهو متأكد إن بعد الشغل هيعمل حج وعمرة. اللي هيشتغل وناوي يعمل حج وعمرة يبقى لازم يخشش مكة غير محرم. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أنا مصري رايح أعمل عمرة، فلازم البرنامج إنها نروح المدينة الأول، فهل أحرم من ميقات أهل المدينة ولا أحرم من رابغ ميقات أهل مصر؟ مدام هتروح المدينة الأول يبقى أنت هتحرم من ميقات أهل المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن. فانت هتمر ميقات اهل المدينه وانت داخل، فلو انت جاي من مصر ورايح على مكه على طول يبقى لازم تحرم من ميقات اهل مصر، لو انت رايح اي بلد تانيه وفيها ميقات هتحرم من البلد دي. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل بيقول: أنا طلقت مراتي وما دفعتش متعة، وما فيش حد عندنا في النجع ولا في القرية ولا في المدينة بيطلع متعة، إيه الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أن كلكم مديونين ظالمين للمطلقات، يجب لكل مطلقة تاخد متعة، واللي ما طلعش المتعة مديون يوم القيامة هيدفعها. قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ربنا اشترط ان انت مش هتبقى متقي ولا هتبقى محسن غير ما تطلع المتعة. طب المتعة دي قدرها قد ايه؟ على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. أي حاجة هيدفعها الراجل لمراته 1000، 2000، 5، 50، 70 وهو غني وفقير حسب قدرته يجب أن تقبلها. وحرام تحديد المتعة ب 12 شهر و 14 شهر و 24 شهر، كل ده حرام، فيش تحديد متعة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الطلاق والفراق، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما أركان الحج والعمرة التي تفسد بفسادها، وما الدليل على كل ركن؟ أركان الحج والعمرة: أولا الإحرام بدليل الإجماع، إنه وبدون إحرام هو أصلا ما دخلش في حج وعمرة. ثاني حاجة الطواف، لأن الرسول قال للسيدة صفية أحابس تناهيدا لذلك على إن أي واحد مراته عطحيد أو مطفتش بيقعد معاه لحد ما تطوف
لا، فدل ذلك ان الطواف ركن. السعي قالت السيدة عائشة ما أطم الله حج ولا عمرة ما لم يسعى. عرفة ومزدلفة الاثنين دول، ان جاء واحد من طي وقال للرسول انا جيت بالليل اهو ما حضرتش عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا يبقى واقف في مزدلفة، وكان قد أدرك ساعة من الليل أو النهار في عرفة فقد تم نسكه. فالراجل جرى راح وقف في عرفة بالليل ورجع في مزدلفة وكده تم نسكه. فعلمنا أن عرفة والمزدلفة أركان. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سؤال: ما حكم من ترك ركنا من أركان الحج والعمرة يعمل إيه؟ عندنا أركان الحج والعمرة الخمسة لهم نوعين، نوع لوقت معين لو فات يبقى خلاص بطل حج وعمرة زي المزدلفة وعرفة. لو فاتك يوم مزدلفة وعرفة الوقت اليوم والليلة ضاعوا منك، انت بتروح على مكة تعمل عمرة وتتحلل وتتبحش، انت خلاص كفاية عليك عقوبة ان الحجة بتاعتك ضاعت. طيب تاني حاجات ملهاش وقت محدد زي طواف الإفاضة. واحد ما طافش طواف الإفاضة ما ساعات سعي الحج، زي واحدة حائض مثلا، واحد مريض دخل قط العمليات، اي حاجة، فده يعمل ايه؟ هيفضل محرم، حرام يحط ريحة، حرام يقص ضوافره، حرام يلتقي مع زوجته لحد ما يطوف طواف الافاضة، عنده لحد نهاية ذي الحجة. طب لو عدى ذي الحجة يبقى هيطوف وهيعمل ايه؟ وهيخش كمان على دم عشان هو فوت الوقت. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: كيف أصلي العيد وأنا في الحج؟ الحاج ليس عليه صلاة عيد. النبي صلى الله عليه وسلم هو والمئة ألف واحد اللي صلوا حجوا معاه لم يصلوا صلاة العيد، إلا في حالة واحدة، لو أنت رايح تلم الجمرة الكبرى فروحت على مكة صليت العيد مع الإمام ورجعت تاني، وده طبعا حاجة مستحيلة يعني. فالنبي لم يصلي العيد وليس على الحاج صلاة العيد. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. أنا ساكن في العزيزية وقالوا لي إن العزيزية دي من منى وينفع تبات في العزيزية كأنك بت في منى. مفيش مكان في عمارة ولا شقة من منى. كل العمارات بره منى. الجبل اللي فاصل بين منى ومكة هو ده اللي فاصل في العزيزية دي خارج منى. اللي عيبات في اليمين في العزيزية عليه دم، لازم يطلع دم. معاش قادر يدفع دم يبقى عليه صيام 10 أيام. العزيزية ومزدلفة وأي مكان فيه عمارات ليسوا من منى. حدود منى كلها عبارة عن خيام وسبع عمارات بتوع الجيش. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: مراتي تعبانة وعاوزة تمشي بعد نص الليل مزدلفة، وأنا عمشي معاها عشان أوصلها، مش معقولة تمشي لوحدها يعني. نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان مراته سودة تعبانة وتخينة جدا، فالنبي أذلها أنها تمشي بعد نص الليل وما راحش معاها، واكتفى بالصحبة الأمينة بتاعتها. تقول لي بس ده سفر، أقول لك مش سفر، السفر 27 كيلو والمسافة بين مزدلفة ومنى حوالي 6-7 كيلو، فده مش سفر، فأنت ممنوع تتحرك. والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة استأذنته انها تروح مع سودة، قال لها لا، مدام صحتك كويسة ممنوع تطلع من مزدلفة الا عند الشروق، ممنوع اي حد يطلع مزدلفة بالليل الا اصحاب الاعذار فقط. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل: أنا أحرمت بالحج يوم 8 وطلعت المنى، كيف أصلي؟ إمتى أقصر وإمتى أتم؟ إمتى أجمع وإمتى لا أجمع؟ طول ما انت في 6 أيام بتوع الحج بتقصر كل الصلوات، ولا صلاة بتصليها تمام.
وبالنسبة للجمع ممنوع تجمع أي حاجة إلا في عرفة ومزدلفة بس، والباقي كله ما تجمعش. تالت حاجة، ممنوع تصلي السنن إلا سنة الفجر وسنة الوتر. بعد كده يجوز بقى السنن المطلقة زي قيام الليل وصلاة الضحى، لكن السنن الراتبة اللي بعد الصلوات وقبلها النبي ما كانش بيصليهم. الرسول كان بيعمل كده ويقول خذوا عني مناسككم. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل متى أجمع أيام الرمي ومتى لا أجمعهم، يعني أجمع يوم الرمي ورا بعض؟ لا يجوز لأحد أن يجمع أيام الرمي مع بعض إلا الرعاة اللي عندهم عذر بيجمعوا، أو بيرمي أول يوم ويجمع الثاني والثالث، النبي قال لهم كده. طيب البقى الشخص اللي متعجل مش هيقعد مش هيرمي آخر يوم، لا يجمع بين اليوم اللي مش هيرميه ده ويعمله بدري، ما يجمعش، لأن النبي أمر المتعجل أن ياخد بعضه ويمشي وما قالوش اجمع الرميين مع بعض. لا يجمع إلا الرعاة ويجمع الثاني والثالث، ما فيش حاجة اسمها يجمع حاجة تانية، دي الصورة الوحيدة لجمع الرمي مع بعض. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل ما حكم صيام يوم عرفة؟ صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، بيكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة زي ما النبي قال. أما الحاج فيستحب له الفطر ويكره له الصيام. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في وهو في عرفة، فالناس شكوا في كده، فالسيدة ميمونة قطعت الشك باليقين وأرسلت له لبن فشرب أمام الناس. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل واحد من السكن عندنا لم فلوس مننا كلنا وقال لهم أنا عشتري لكم دبايح رخيصة وعبحها لكم وطمنوا، وفي الآخر عرف إن هو خد الفلوس وهرب بيها، أو عرف إن هو دبح اللحمة ورماها لأن ما لقاش فقراء ولا لقى تلاجات، وعرف المهم إن هو بوظ الدنيا. طب يعملوا إيه بقى؟ وتصدر الرجل النصاب دوت، أول حاجة يعملوها إن هم يطلعوا الهدي تاني، لأن الهدي ده مسؤوليتهم وما هم المسؤولين بيه، والراجل ده ضحك عليهم، فهو يطلعوا الهدي تاني عشان يوصلوا يدي حق الفقراء ويرجعوا على هذا الرجل يطالبوه بالمال ويعاقبوه ويعذروه. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. يسأل ما أفضل وقت لطواف الإفاضة وما آخر وقت طواف الإفاضة؟ أفضل وقت طواف الإفاضة يوم العيد بعد ما تخلص الثلاث حاجات والرابعة هي، يعني ترمي الجمرة الكبرى، تذبح، تحلق، وتحط في طواف الإفاضة، تغير هدومك وتحط طواف الإفاضة، ده أفضل وقت، النبي عمله كده، ولكن يجوز لحد نهاية شهر ذي الحجة. بعد شهر ذي الحجة اللي هيعمله يبقى عليه طواف إفاضة زائد هدي عشان هو ضيع موعده. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل علي طواف وداع، بدل ما أعمل طواف وداع خليته هو طواف الإفاضة والوداع وخط بعض ومشيت. واحد سائل بيسأل علي طواف وداع رحت عملت عمرة وهي دي طواف الوداع وخط بعض ومشيت. يجوز. ليه؟ لأن الرسول قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف، طواف دي نكرة، فأي طواف على الطوف وسواء إفاضة أو عمرة أنت طفت طواف الوداع، فيجوز جمع طواف العمرة مع الوداع ويجوز جمع طواف الإفاضة مع الوداع. يجوز. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل علمت أن المكوث في مكة الصلاة فيها 100,000 صلاة، ما رضيتش أروح المدينة مع الرحلة بتاعتي، وقبل ما يرجعوا بيوم رحت راكب ورايح لهم وزرت معاهم المزارات ورجعت تاني. علي حاجة؟ لا، اللي عملته صح، بس في حاجة مهمة لازم تعرفها. ايه هي؟ انك قبل ما تطلع وانت رايح المدينة لازم تطوف طواف الوداع، لان انت رايح مسافر،
فأي واحد مسافر خارج مكة لازم يطوف طواف الوداع. أي واحد مسافر مكة ما عملش كده بيأثم. طبعا ليه دم؟ لا معلوش دم، لأن طواف الوداع ليس من النسك. الدليل قال النبي إذا قضى يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فجعل طواف الوداع بعد النسك، فهو ليس نسكا. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. وأنا في منى لم أصلي في مسجد الخيف لأن الدنيا زحمة. نقول له الصلاة في مسجد الخيف دي مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما راح في الحجة بتاعته حط 4 طباط وحدد مسجد الخيف وقال هنا صلى 70 نبيا، في 70 نبي صلوا في المكان ده، فيستحب طول ما انت في مكة تصلي في مسجد الخيف. طب لو رحت لقيته زحمة، طول ما الصفوف متصلة طول ما انت جوه المسجد، طول ما الصفوف متصلة طول ما انت جوه المسجد، فانت تصلي في مسجد الخيف او تصلي في الساحة بتاعته كله زي بعض. طب الناس اللي بتصلي في الخيام، لا ده هنا في مسافة والصفوف مش متصلة، ساعتها نقول لك انت ما صليتش في مسجد الخيف وضيعت هذه الفضيلة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. بيسأل بيقول أنا أحرمت بالحج بمكة بس ما رحتش منها، طلعت على عرفة على طول عشان قبل الزحمة. نقول له أنت كده عمال تركت مستحب. الوقوف يوم التروية في عرفة ده مستحب، والدليل على ذلك الإجماع نقلوا للحنابلة بن قدامة والشافعية بن المنذر النووي وابن رشد بن المالكي، إجماع المسلمين على أنه لا يجوز، يجوز أن أنت تسيب يوم التروية وتطلع عرفة على طول. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل علي ديون وعاوز أعمل عمرة، أني أولى؟ نقول لك الديون نوعين، ديون بعيدة لسه ما جاتش عليها أقساط ولها السنة الجاية أو السنة اللي بعديها وتقدر تسدها مع العمرة، يبقى تطلع عمرة. طب دين حلت وانت عليك فلوس والناس بتطلبك، لا الاولى تسد الناس الديون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء الا الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعذب في قبره الراجل اللي عليه دين، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بسداد الناس وقال مطل الغني ظلم، فتخلص الاول ديونك وبعدين تطلع العمرة. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل زوجتي عاوزة ترمم معايا في أول 3 أشواط في الطواف، قل لها لأ. قالت السيدة عائشة يا معشر النساء ليس على كن رمل، السيدة عائشة قالت كده، ونقل بعضهم الإجماع على أن المرأة لا ترمل الرمل اللي هو جري في المحل، الراجل يرمل جنبها بيمشي بنفس السرعة وهي ما بترملش، حرام الست ترمل، حرام الست ترمل. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل واحد بيقول يا اخوانا ممنوع تقعدوا في المسجد وتعتكفوا وتناموا لان الحكومة منع كده. نقول له منع الحكومة لمن ينام في المسجد حرام، قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، حرام يتمنع حد ينام، حرام يتمنع حد يعتكف، حرام يتمنع اي حد من المسجد، واللي بيحصل ده منكر. وانت نام وتحايل عليهم وروح واطلع نام فوق ونام في الحتة اللي فيهاش تفتيش، ده يجوز لك وده اعتكاف وتنوي ليلة الاعتكاف ده. عمر بن الخطاب استأذن النبي ان يعتكف ليلة في المسجد، فالرسول له امر بان يوفي بنذره ويعتكف، فالاعتكاف يجوز ولا ويحرم ان حد يقومك ويطلعك. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. سائل بيسأل أنا مصاب بتسلخات ومش قادر أروح أرمي ولا أقدر أعمل أي حاجة. لا الموضوع ده لحل، هتجيب مرهم كينا كومب وهتجيب ليفة وفوطة وليفة وصابونة وتتليف كويس الأماكن اللي فيها تسلخات،
ودايما دايما تنشف كويس ما تسيبش نقطه ميه كده، هتلاقي نفسك وبوقت قصير جدا هتبقى زي الفل وعلى طول المرهم ده معاك. لكن ما تهملش وتتسلخ وتقعد تعيط طول ما انا مش رايح، لا تعمل اللي قلت لك عليه عشان تروح وتعمل العبادات بتاعتك. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.